اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيلاً الانتخابات المحلية المنتظرة ستكون آخر محطة في مسار بناء مؤسسة الدولة، والذي انطلق بعد الحراك الشعبي. نحن في مرحلة ما بعد الأخيرة، والأخيرة ستكون أهم من المراحل اللي فاتت، وهي الانتخابات المحلية، واللي هنا نستكمل حقيقة بناء الدولة، دولة المؤسسات في المستوى الأفقي وفي المستوى العمودي، ونستكمل هذه البنية الهامة للدولة الجزائرية، وهي حقيقة ستكون دولة للجميع. الدولة هي للجميع، لكل المواطنين، كل المواطنين والمواطنات معنيين ومحميين من طرف الدولة وينتميوا لهذه الدولة. وفي السياق الإقليمي، اعتبر رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن الجزائر باتت تقلق أطرافا لا تريدها أن تكون قوية بمؤسساتها، مضيفا أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول هو مبدأ ثابت لدى الجزائر التي تحتفظ بحق الرد على أي تدخل سافر في شأنها الداخلي. الجزائر لا عمرها تدخل في الشؤون الداخلية نتاع الغير، لا عمرنا تدخلنا، ولكن مش ممكن باش نقبل بالآخرين يدخلوا في الشؤون الداخلية نتاعنا. المرة الأخيرة احنا الشيء اللي رانا الأمور تكشفت، ما عادش متدربة، العدوان ضد الجزائر مش ما عادش متدرب، والعدو للجزائر ظهر على كل المسرح العالمي، لما ساعدش الكثير وبصفة خاصة من الخارج، ما تساعدهمش الجزائر تكون ديمقراطية، ما يساعدهمش الدولة الجزائرية تكون واقفة على أسس متينة وصحيحة.